أما هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا الطبية لليوم لنحكي عن فينا نقول الإطلالة الجميلة ما بتكتمل إلا مع أسنان جميلة. صحيح. ويمكن في موضوع كتير مهم نشوفه بشكل عام عند كتير من الأشخاص هو فينا نقول الفراغات بين الأسنان، بتلاقيها بتأثر على الابتسامة بشكل عام وعلى يمكن الأسنان بشكل خاص. صح، في كتير ناس بتتضايق إذا كان عندها فراغات بين الأسنان، علما أنه مو كل الفراغات بين الأسنان ممكن تكون مؤذية. صحيح. أو ما أنا جيدة، هي تعتمد طبعا على حسب طبيعة الأسنان وتقويمها وشكل، وهذا كله طبعا اللي بيعبر عنه او اللي بيعطينا النصيحه المضبوطه فيه هو طبيب الاسنان. اكيد نحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع اكثر معنا الدكتور عماد الايوبي اختصاصي في علاج الاسنان وتقويمها. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. صباح الخيرات، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. خلينا بدايه نحكي اكثر، الفراغات بين الاسنان شو سببها، منشأها، هل هو سبب له علاقه بتموضع الاسنان نفسه، هل هي مشكله ممكن تكون موجوده من الطفوله، ام في ناس بتقول لك وراثه، يعني انا جدي كان عنده هي الفرق بين الاسنان او امي او ابي، فشو السبب؟ هلا بدايه الفراغات بين الاسنان هي ممكن ما تكون مشكله، بالعكس ممكن تكون حل. يعني بيعتمد وجودها على هو الحاله اللي عندنا، عمر الطفل او عمر الشاب او عمر الصبيه، شو سببها. يعني مثل ما حكيت ممكن مثلا تكون اذا ما كانت موجوده يكون في عندنا مشكله، هي ما لها دائما مشكله. مثلا كثير بيراجعنا اهالي اطفالهم بعمر 6 سنوات انه في عندهم فراغات بين الاسنان، بيقولوا لنا انه خايفين لما يكبر يصير في عنده مشكله. لا، هو شيء طبيعي انه يكون في عندنا فراغات باعتبار انه حجوم الاسنان المؤقته اصغر من حجوم الاسنان الدائمه. لهيك بهالمرحله من العمر بعمر 6 سنين يفترض انه ينمو الفك وبيصير في عندنا فراغات بين الاسنان لحتى تبزق بشكل طبيعي. بهيك حاله لما ما يكون في فراغات بننبه الاهل انه احتمال كبير يصير في عنده مشكله. واحيانا حتى بالنسبه للمرضى الكبار ممكن ما يكون مشكله. يعني بالعكس بتعرفوا المثل اللي انه بيقول عيون زرق واسنان فرق. يعني في ناس لا، في عندهم مثلا بيكون فراغ بين الاسنان الاماميه دياستيما كمشكله على وظيفيه او مشكله، لا ما بيسببها، بالعكس هو بيكون في ناس بيحبوا ما بيرضوا ابدا انه يسكروه، بيقولوا انه تغير كل شيء اذا سكرناه او تغير حكينا او اللي هو بقى. هي ما لها دائما مشكله، بس يفترض دائما انه تنفحص، لانه اذا كانت هي كمشكله ممكن انه تنحل وبتفرق كثير معنا سواء من ناحيه التجميليه او من ناحيه الوظيفه. يمكن حسب نسبه الفراغ، يعني احيانا بتلاقي في فراغات بسيطه بين الاسنان، احيانا بتلاقي مثلا الاسنان الاماميات في فراغ واسع وكبير بيناتهم. بس نحكي اكثر الاطفال، ممكن يعني اذا شفنا عند الاطفال بالسنوات الاولى فراغات بين الاسنان بتاثر ولا لا بنعتبرها ضمن الاطار الطبيعي؟ هلا هو بدنا نشوف شو اسباب الفراغات. يعني نحن فكره كثير مهمه انه المورثه المسؤوله عن حجم الفك او حجم العظم بالعامي غير المورثه المسؤوله عن حجم الاسنان. لهيك ممكن اذا اخذ المورثتين مثلا من امه يطلع في انسجام بيناتهم، بينما ممكن ياخذ مورثه من ابوه، مورثه الاسنان من الاب، مورثه العظم من الام، بالتالي بصير ما في انسجام مثلا، وبالتالي بصير في فراغات بين الاسنان. هي مثلا حاله إلى طريقه معالجه. ممكن لا، عند الاطفال ممكن يكون مثلا في عندنا شيء اسمه لجام الشفه اللي بيكون بيربط الشفه بعظم الفك. ممكن احيانا يكون سميك، ممكن يكون منخفض التوضع، بيصير في عندنا فراغ بالنص. كمان هي في إلى طريقه معالجه معينه. يعني كل حاله في إلى، ممكن احيانا عاده سيئه بنص اصبعته، بالتالي عم يطلعوا الاسنان لبرا، بيصير في عندنا فراغات. يعني في كثير اسباب، لا يفترض انه يصير في عندنا تشخيص دقيق لحتى نعرف كيف بدنا نحلها. مو كل دائما اي فراغ بنحل، في كثير حالات بتيجي مثلا فراغات بين الاسنان ما شخصنا بشكل صح. مريضه كبيره اجت مثلا بدها تتوج او بدها تعمل فينيرات، بعد ما تعمل بيرجعوا الفراغات. ليش؟ لانه ما علينا السبب، اللي هو ممكن احيانا يكون لسان كبير كمان. عضله اللسان اذا كانت كبيره او فعاليتها عاليه ممكن تخلي الاسنان الفك يكبر وبالتالي يصير في فراغات. هيك حاله مثلا اذا اجينا وتوجنا لا حيرجع يدفش الاسنان وبالتالي حترجع الفراغات تظهر معنا، نكون حضرنا الاسنان وفشلت المعالج رجعت الفراغات اللي عندنا. نقطه هلا بالذكرتيه كمان بالنسبه للفراغ، اذا كان صغير ما له مشكله، اذا كان هو على ارض الواقع عمليا لا بالعكس. الفراغ كل ما كان اكبر
كل ما كان جماليا ممكن يكون انه كمنظر اذا كان امامي ماله حلو، بينما وظيفيا لا بيكون افضل لانه بيصير بيتنظف السن بشكل غريزي، بينما اذا كان فراغ صغير لا حيتنظف معك ولا اللعاب حيعمل عمليه تنظف له. صحيح. طيب دكتور، بما انه في حالات مختلفه مثل ما قلت حضرتك لاسباب الفراغات بين الاسنان، خلينا نطلع شو هي الاسباب اللي بتبلشوا تاخذوا مع علاجات، وشو هي خليني اقول الفراغات اللي بتقولوا لا هي عاديه طبيعيه ما في مشكله، بس اذا حدا حابب تجميليا انه هو يروحها فما في مشكله. هلا بشكل عام اي فراغ مثل ما قلنا انه فراغ كبير بحيث انه بيحسن المريض انه يفرش اسنانه او بدون يعني بيصير في تنظيف غريزي بدون هالعنايه الكبيره، غالبا ممكن انه نتغاضى عنه او نحول الموضوع لرغبه المريض. مثل ما انه مو اي مريض بيجي لعنا عنده فراغ بالنص بنقول له لا لازم تساوي، لانه هو عمليا ما له اي مشكله، هي بناء على رغبه المريض انه انا لا مالي حابب هالفراغ او حابه، يعني ناحيه تجميليه بحته. بالنسبه للاسنان الخلفيه على هو شو السبب؟ يعني احيانا مثلا قلع مبكر للسن بصير في عندنا فراغ كبير، هالفراغ الكبير ممكن يساوي مشاكل بعدين اذا مالت الاسنان بصير في عندنا مشاكل اطباقيه، هيك كمان لا بهيك حاله يفترض انه يتسكر هالفراغ. حالة تقويمية عن طفل صغير في عنده فراغات كبيرة مأثرة على النطق عنده، بهيك حالة لا يفترض أنه تتعالج لحتى نحسن بعدين أنه نأهله ونرجع نخليه ينطق بشكل سليم. في حالات عنا بيكون ما في مشكلة بالأصل، هي الحالات المهمة. يعني مريض صار عمره 30-40 سنة ما عنده فراغات بعدين بلشت الفراغات تظهر عنده، هون في عندنا غالبا ممكن تكون مشكله بالعظم الداعم للاسنان واللثه، عم يصير في تراجع بتصير في عندنا فراغات بين الاسنان، سواء انه الاسنان ما عاد صارت تمسك اللثه بشكل صح او انه عم تتراجع اللثه عم يصير في فراغات بيناته عم يجمع طعام عم يزيد الالتهاب وبتفوت بهالحلقه. لهيك لا لازم ننتبه الفراغات كانت موجوده ولا مو موجوده، كل شيء له علاج، ممكن يكون العلاج تقويم، ممكن يكون فينيرات او تيجان، ممكن يكون مثل ما حكينا اذا في عندنا لجام ممكن نقص اللجام، ممكن احسن علاج يكون انه ما تعالج نهائيا، يعني التشخيص الصح هو الاساس لحتى يكون في علاج صحيح. اكيد. دكتور، بما انه حكينا عن الاطفال، شو هي فينا نقول نعتبر الحالات الاكثر شيوعا اللي ما يعني بتحس ما بدها علاج الفراغات الاسنان؟ نحن بنشوف كثير عند الصغار خصوصا باول سنه او ثاني سنه لما يبلشوا الاسنان بالبروز او التكوين. هلا هذا تقريبا كل يوم بنسال هالسؤال من الاهالي، اول ما يشوفوا يعني خصوصا اللي بيخافوا على اولادهم، اول ما يشوفوا اسنانهم عم يطلعوا دغري بيرقدوا لعنا. صحيح. انه اسنان اولادي مو حلوين. هي مرحله طبيعيه، حتى اسمها هلا هي طبيعيه بس ما لها حلوه، حتى انه اسمها هي مرحله البطه البشعه، بحيث انه بيكونوا الثنايا طالعين بهالشكل مثل رجلين البطه. صحيح. وكبار لانه الاسنان بتطلع بحجمها النهائي، بينما وش الطفل بيكون لساته ناعم وبيكون في فراغات بيناتهم. إذا ما كان في عندنا يعني خبرة عند الطبيب ممكن مباشرة يمسك يسكر له الفراغات بطريقة أو ثانية، هو لا هي مرحلة طبيعية وبمر فيها الطفل، بعدين مجرد ما بزغت الأنياب، مجرد ما بزغت باقي الأسنان، إذا ما كان في عندنا مشكلة ثانية، يعني يفترض ينفحص اللجان في مشكلة ما في مشكلة، في عندنا تراكم ما في تراكم، حجم العظم مع حجم الأسنان منسجم ولا لا، ما في مشكلة ما في داعي هون إنه تتعالج نهائيا. هي أول نقطة. النقطة الثانية اللي مثل ما حكينا بعمر 6 سنين أول مرحلة اللي فيها وثبات نمو، إنه بيكون لازم يكون حجم العظم أكبر، لازم يكون في فراغات من الأسنان لحتى يستقبل الأسنان الدائمة اللي بتكون أكبر من الأسنان المؤقتة. أكيد. طيب دكتور، خلينا نحكي هيك شوية نصائح اليوم لكل اللي عم يتابعنا عن نظافة الأسنان، خصوصا اللي عندهم فراغات من الأسنان، شو الشغلات لازم يستخدموها، شو الشغلات لازم يكونوا حذرين منها؟ هلا دائما بقول وبنبه على هالقصه انه اهم شيء انه ما نلحق الفيس وما نلحق وسائل التواصل بالنسبه للعنايه بالاسنان، ناخذ المعلومه من الطبيب، انه مو مثل ما حكينا كل يوم عم نسال وكل يوم كمان عم نسمع شيء جديد واختراعات جديده ما بنبعد عنها نهائيا. التنظيف طبعا اللي بنعرفه هو سواء تفريش الاسنان اللي يفترض على الاقل مره الصبح ومره المساء، او وكمان التنظيف يفترض يكون بعد الوجبه بحوالي نص ساعه مو مباشره بعد ما ناخذ الوجبه حتى الاسنان ترجع تتمعدن شوي. الخيوط بين الاسنان لازم تكون موجوده خصوصا يعني هلا اللي عندهم فراغات ما بيحتاجوا للخيوط، هي ميزه باعتبارها مكان هالموضوع. والفحص الدوري، هدول هن الثلاث امور اللي لازم انه نهتم فيها. اكيد. بالختام بدنا نشكرك الدكتور عماد الايوبي على كل المعلومات والنصائح اللي حكينا عنها، شكرا كثير لك. يا عميد اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور ولوجودك معنا. تسلم يا رب، الله يسلمك.